عسلابة مريم بن ملهم. بونجور هدهود. بونجور هدهود، غلطة ظهر لي في الطقس هناك، نقص شوية حريب باش خير لك. كنت تذكرني بنفسك، شكونك انت؟ انا ممثلة مغنية وانا الملكة. امور تمثيلك هيك ما تحكيش. اما شنو ملك؟ روحي انا الملكة، موتو فتفتو انا الملك. فيش ملكة؟ فيش الدمر الملكة؟ فيش المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره اللي هي درع مرسي، ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. كيفاش عارفك خطيبك انت؟ كيفاه انا اول مره عرفني ممثله وم... في بين وبيك ممثله؟ يا وحيدة كيفاش ركحته؟ فوحت له هكا تسيبه؟ فوحت له شويه. انا اللي نوريه، نبعث له على الواتساب قول له تفرج. وانا عكمل نستنى فيك باش تبعث لي تصويره. ركحتك عملتهم الكل معاك. بعث لك زيت زيتونه، بعث لك السكر، بعث لك الرعش. والله لا يثمر فيك. اما علاش خذيته الراجل انت؟ نقمه يا حيدة، تحب تفدليك عارفك تحبه. والله نقمه مريم. بالله نحب نسألك توا، انت ماك بروفيسيونير، اما خير توا زطلة ولا المرهوجة؟ زوز باهيين. باه مريم، ثم لايف باش نشوفوه مع بعضنا اليوم. برجولية اللايف هذا سبيسيال. هو سبيسيال هو هذا اللايف يا عبيد، يا دولة، يا هموم الجامدة. شوف الرقة، شوف العسل كيفاش خارج من فمك. راهو الكورونا دخلت للبلاد مرة أخرى، راكم حلين البرد وحلين المطارات. لو تحكي عن المطارات، أنت كان سكرت مطارك مش خير. ليش؟ خاطر سيادتكم، خاطر حليتوا المطارات، البرد داخلين خارجين، راكم ما عادش ننجمكم. أخي هذا كله جهل، هذا كله بهيمة يعني. تحكي على البرد وجهل وأنت مطارك على برا، في بالك البهيمة أنت؟ لينا نعرف هذا، نعرف انا عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. بالله شكون اللي دخلك التلفزة؟ شكون؟ دخلت التلفزة عمره ما حد عمل لي مزية. ديما نقولها، اللي عمل حد عليا مزية في تونس وكي.